بصوا يا جماعة، ده شكل الإسدال في الآخر خالص. اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي زي ما انت شايفة. الإسدال اتعمل بصورة جديدة وكمان غير العادة، على طول بنعمله بطريقة. دلوقتي عملته بطريقة تانية جميلة قوي. يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة وعجبتك. كل اللي عليك عليكم الله بارك وبركاته. عليهم. ازيكم يا اجمل نور في الدنيا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة رجعنا مع بعض بإسدال أطفالي وكمان حريمي للصلاة لرمضان بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. طيب، الطريقة جديدة أول مرة أعملها على القناة، بس هي طريقتها سهلة بسيطة زي ما قلت لك. دلوقتي هنبدأ نعمل بقى الإسدال بصورة سهلة قوي قوي، ومن البطرون الأساسي اللي أنا دايما بأكد إنك تحفظيه قبل أي حاجة، ده هو هنعمل منه الإسدال. يلا بينا نعمل التعديلات على البطرون الأساسي. بصوا بقى، دلوقتي البطرون ده مش متجسم من عند الوسط، ده أولا. تاني حاجة ان احنا عايزين نعمل كم منه فيه، كم منه فيه، فهنبدأ نشوف بقى طول الكم اللي احنا عايزينه قد ايه. فانا هاخد طول الكم بالظبط 7 سنتي، هثبت كده ايدي بالشكل ده 7 سنتي. بالنسبة بقى لوسع الكم، لوسع الكم بتاعي ملوش علاقة خالص بحردة الجيرو. يعني ايه الكلام ده يا مريم؟ يعني هيبقى واسع اكتر من حردة الجيرو بمسافة 3 سنتي، تحت حردة الجيرو بتاعتنا بمسافة 3 سنتي. وهنبدأ ان احنا نعمل الوسع ده. اولا الاسدال عبارة عن قطعتين وموصولين في بعض اولا كده. طيب دلوقتي بقى هنشوف الخط المناسب وهنبدأ نعمل اسورة اهي بالشكل ده، تمام. طيب دلوقتي انا عملت الكم اهو، الكم عملته. وبعد ما عملت الكم بقى ناقص حاجة تانية اللي هو المفروض اقص، وبعد ما اقص ابدا اعمل بقى المرد بتاعي بتاع التصميم بتاع الاسدال زي ما موجود في الصوره. هو مش مرد تستخدميه زراير والكلام ده، هو مرد عباره عن زينه، لان في كلفه زينه. طب ما هنبص في الصوره كويس قوي هنلاحظ الموضوع ده. وانا هقص على الامام وسيبكم دلوقتي من الخلف، عشان انا ايه بعمل قطعه واحده الاماميه فقط، تمام. المفروض اهو ده كده البلوزه او الشكل الاولاني بتاع الاسدان. هنبدا نفتح كده، او ممكن طريقه تانية غير ان احنا نفتح، نجيب القطعه بتاعه المرد بالشكل الجميل ده ايا كانت بقى انهي قطعه. هنبدا بس ان احنا نقص واحده مسافه حوالي 2 سنتي بالظبط كده اهي كده، من غير ما تنيها بقى. طبعا انت هتتنيها عشان انت هتقصيها مثلا في العرض ده، في العرض ده انت هتقصيها، تمام. بعد ما تقصيها في العرض ده هتعملي ايه بقى؟ هتيجي تتني من هنا 1 سنتي بالظبط كده. استنيني بس، خلينا نكمل لحد النهاية كده كده. شايفة ازاي؟ تتني من هنا 1 سنتي. طيب وبعدين هنيجي من الناحية التانية نتني نفس ال1 سنتي، نفس ال1 سنتي، ونضمهم كده على بعض، تمام. اهو بصي، واحدة واحدة، ونضم بس المسافات على بعضها البعض. طبعا ثانية واحدة اهي، شايفة ازاي؟ اهي شايفة. طبعا بعد ما تنيت ال1 سنتي ده من هنا و1 سنتي من هنا، هبدأ بقى ان انا احطه على الاسدان او على البلوزة بتاعت الاسدال بتاعي اهي. هبدأ ان انا اتنيهم كده، او بصي بالشكل ده، بالشكل ده، لان زي ما قلت لك هي شكل بس ملهاش اي علاقة غير ان هي شكل محطوط، تمام. هنبدأ بقى نيجي من هنا ونرفع كده بس الورق اهو بالشكل الجميل ده، هنبدأ نقص. شايفة ازاي؟ طيب ده اولا كده. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه تاني؟ المفروض ان في هنا كلفة من عند الكتف ده، وفي كلفة من عند الكتف ده، عبارة عن ورد 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 ماشي، اللي هو ايه، كلفة ورد، تمام. فاحنا هنبدأ ان احنا نعمل الكلفة دي بايدينا كده بسرعة قوي عشان نخلص الفستان بسرعة قوي، او الاسدال بسرعة قوي. معلش انا مش عارفه طالبه معايا فستان عشان في حاجات كتيره المره دي عملتها في الاسدال، تمام.
هي الكلفة بتشتريها جاهزة، بتبقى بالشكل ده، عبارة عن ورد ورد ومشبوك في بعضه. تمام كده. اهي الإسدال ده أطفالي وحريمي. الزيادة بتاعة الوسط بتاع الإسدال هي نفس زيادة دوران الصدر. يعني لما نيجي نعمل دوران الصدر عندك 10 سنتي مثلا، أنا بقول مثلا، يبقى هتزودي عليه ايه؟ على دوران الوسط كمان، يبقى 10 سنتي، زيه زي ايه؟ زيه زي الصدر. وبالشكل ده عملنا الكلفة بالنسبة للإسدال في اتجاه موجود فوق. طيب دلوقتي بقى ناقص نعمل الجزئية بتاعة باقي الإسدال، واللي هي بتبقى المفروض الجيبة بتاعة الإسدال، بس دي هنوصلها فيها زي ما موجودة في الصورة. تمام. فزي ما موجودة في الصورة طبعا ان هو واسع، فاحنا عشان نوسعه نعمل بس ايه، كسرات. اي تصميم عايزة توسعيه هتعملي فيه كسرات هيبقى واسع، خصوصا الإسدالات والحاجات دي لما تيجي تعملي فيها كسرات كشكشة، يبقى انت كده بتديله مساحة ان هو يبقى واسع وحلو وفضفاض، يعني واسع ما يبقاش ضيق. تمام كده. واحدة واحدة. وهو اصلا الزر ما ينفعش ان هو يبقى ضيق اساسا، يعني هو يبقى شكله حلو كده وهو ايه جاي بالشكل ده. عايز تعمليها كشكشة، عايز تعمليها كسرات، زي ما تحبي. انا بعملها هنا كسرات عشان اوريها لك صورة سهلة وبسيطة. في عندي زيادة، الزيادة جاية لي من هنا، يبقى هنبدأ ان احنا ناخد الزيادة دي ونضمها على التصميم كده. ثانية واحدة بقى اهي، هنبدأ خياطة الجيبة من اول هنا كده، ونضم دي هنا كده، شايفة ازاي؟ ونبدأ الخياطة. وفي الاخر خالص يا جماعة شكل الاسدال. ثانية واحدة وريهولك. بصوا يا جماعة ده شكل الاسدال في الاخر خالص، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. زي ما انت شايفة الاسدال اتعمل بصورة جديدة، وكمان غير العادة، على طول بنعمله بطريقة، دلوقتي عملته بطريقة تانية جميلة قوي. يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة وعجبتك. كل اللي عليك اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. طريقة وتفصيلة اسدال الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة حريمي، اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وتتفرجي من الاول لحد الاخر. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. رمضان كريم علينا وعليكم، اللهم بلغنا رمضان، ولا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين.